يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. كنظن كاين إقبال على الكتاب، لا سواء هنا في مدينة طنجة ولا في مثلا مدينة الدار البيضاء ملي كيكون المعرض الوطني للكتاب كنشوفوا إقبال. واش كيقراو واش ما كيقراوش، هذا سؤال آخر. بشكل عام يعني كاين على مستوى الوطني وحتى المستوى العالمي، دابا مع الظهور ديال دابا ديال الانترنت، المواقع الاجتماعيه، هناك مجموعه ديال الجمهور القراء كيتوجه لهذه المواقع الالكترونيه وخاصه المواقع الاجتماعيه ديال التواصل الاجتماعي. ولكن كنظن ان الكتاب غيبقى له دائما الدور ديالو، خاص اللي يقرا واللي يتبع القرايه. بالحق ملي خرجوا انترنت وهذا التخربيق ما بقى والو، خرج عليهم الوالدين. كيقولوا التربيه ديال الوالدين، هي ماشي التربيه ديال الوالدين، تعياو الوالدين معاهم. قبل كنا حنا غير ملي كنخرجوا من القسم كنمشيو للسينما، المكتبه، نبحثوا الكتاب. دابا لا، التلميذ ما بقالوش الوقت، انترنت سوسوايع صاص. الكتاب بدا يكمل صافي، وقيمشي انتهى تميس صافي. كملنا جيفنا شغل الكتاب ده، الشباب كملن صافي. وقيمشي بنادم يتهتم يسيدا، وقيمشي بنادم يزارايا دياسي الكتاب زقي المكتبة يغار. فهاد مواقع التواصل الاجتماعي كاين مجموعات اللي كتشجع القراءة. مثلا في رمضان انشأنا واحد الجروب في الفيسبوك سميناه لعنة الكتاب، وكل واحد كيقرا كتاب وكيهضر فيه، كيكتب ريفيو، يعني كيكتب قراءة في ديك الكتاب وكينشرو. مسائل بحال هكا نقدروا حنا نيت نستغلوا هذوك مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتكون سبب في ان الشباب يعزفوا على القراءة، نستعملوها باش ترجع كتشجع الشباب على القراءة. التلميذ اللي كيوصل دابا 19 في العهد القديم السبعينات كان كيقدر يجيب غير 12. والراس عامر دابا التلميذ عنده 19 والراس خاوي. ما نقطعش الامل نغزي سمارة، حيت نكوني الحمد لله ديننا غير الاسلام نغو تبعاشي زخ المعرفه والعلم ونور. العلم يتغي ما ينور دائما.